فتيحة التباري رئيسة تعاونية نساء البصاصلة جامعة المباركيين إقليم برشيد. تعاونية المنتوجات ديال الفلاحية، القمح والمشتقات ديالو، الزميتة، بالبولة، جميع أنواع الكسكس. كتقول الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا ما كانش الماء ما كاين حتى شي حاجة. لقينا مشكل كبير مع الماء، لنصا جميع الشروط ديالها وفرناها اليوم، ولكن بقات مشكلة ديال الماء. ملي كنديروا التحاليل الماء كيطلعوا ما مزيانينش، مرة الأولى والثانية عدة مرات وبغينا ندخلوا الماء ولكن جانا شوية صعيب. هي اللي جات الفكرة باش درنا فينتا، عاودنا التحليلة وطلع الماء مزيان، وعاد وافقت لينا لونسا وعاد خدينا الشهادة ديال لونسا. ملي بدات درت التعاونية وأنا مع الاستشارة الفلاحية ومع المديرية، تعلمنا منهم بزاف الحوايج، كنحضروا التكاوين، كنستدعونا، كنمشيو المعارض، عرفنا بزاف الحوايج، ولكن ما كناش عارفات قيمة الماء. اللي حتى جات المدرسة الحقلية ولينا كيعيطوا لينا وكنمشيو معاهم، خرجنا معاهم عدة مرات. الفكرة كانت مولوده من عند جدة ديالي اللي ورثتها الام ديالي، انا غنورثها ان شاء الله، وديجا بديت في هذا لو بروجي لانه لقيت في راحتي. حتى في قرايتي درت الدومين اللي تابع كيفاش نسير تعاونيه، ديجا ديبلوم اون جيستيون دي سونتربريز، وكملت حتى لا ليسونس في ريسورس هيما اللي عاوناتني بزاف انني كيفاش نسير التعاونيه ديالنا. ملي دخلت لهذا الدومين قريته وكملت بلي فورماسيون ديال الاستشاره الفلاحيه بالشراكه مع الفاو، تمكنت انني نفهم بزاف الحوايج اللي كنت غافله عليهم، وقدرت انني نمشي مزيان في التعاونيه في الكوتي ديال الاداري والكوتي ديال الانتاج. لاباز راه كاينه ولكن بغينا نزيدو بها القدام بواحد الطريقه اللي عصريه، وندخلوا ليها شي حوايج اللي ميزوها علاش لا، ونتمنى ويكون خير ان شاء الله.